بسبب قلة الإطلاقات من دول الجوار، وزارة الموارد المائية تؤكد انخفاض نسب الخزين في سدود الموصل وحديثة وحمرين إلى 20%، فيما أعلنت استعدادها لاستقبال أي موجات فيضانية قد تحصل هذا الموسم. أهم السدود في العراق تصل إلى نسبة خزين بمعدل 20%. وزارة الموارد المائية في الوقت الذي تؤكد فيه تأمين مياه الاستخدام والشرب أوضحت أن أهم السدود شمالي العراق بينها سد الموصل وحديثة وحمرين تشهد انخفاضا حادا في كميات المياه لأسباب مناخية أو تفاوضية على حد سواء. كمية الخزين الماء اليوم ما تشكل أكثر من 20% من الطاقة الخزنية الموجود، وسد الموصل يشهد انخفاض كبير جدا في حجم الخزين المائي في بحيرة سد الموصل. طبعا هذا أدى على توقف المحطة الكهرومائية منذ فترة ليست بالقصيرة، وكذلك أيضا سد حديثة أيضا يشهد انخفاض كبير جدا في حجم الخزين المائي المتحقق بسبب قلة الإيرادات المائية. المعنيون في السدود أكدوا أن هذه النسب حقيقية ومدروسة، إذ أن نسبة فراغ السدود من المياه أصبحت أكثر مما معدله 70% في وقت تم فيه تجهيز هذه السدود تحسبا لأي خطط خزنية محتملة. تحية الموسم الشتوي لسد حمرين، وحاليا سد حمرين على أتم الاستعداد لاستقبال أي موجة فيضانية، علما الفراغ الخزني الموجود حاليا في سد حمرين بحدود 80%، يعني الخزن الموجود بحدود 20%، أي بحدود 500 مليون متر مكعب من مجمل السعة الخزنية لسد حمرين البالغة 2,400,000,000. سد حديثة حاليا يتوفر فيه خزين مائي بنسبة 20% وفراغ خزني بمقدار 80%، وحاليا وضع السد جاهز لاستقبال أي موجات فيضانية. وقد درست وزارة الموارد المائية خططها لاستخدامات المياه للأعوام الماضية والموسم الشتوي الحالي وفقا لنتائج المباحثات مع دول المنبع وتوقعات الأمطار. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية. ولمزيد من التفصيلات حول ملف المياه ينضم إلينا المدير العام للهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية الأستاذ علي راضي. أهلا بك في هذه النشرة. هيئة السدود أكدت بلوغ خزين المياه في سدود الموصل وحديثة وحمرين إلى 20%. ما مدى خطورة هذا الأمر، وهل من الممكن أن ينخفض أكثر؟ نعم، شكرا جزيلا سيدتي، شكرا للاستضافة في قناة المكالمات. يعني حقيقة لا يخفى على الجميع موضوع ملف المياه وانخفاض حجم الخزين المائي في السدود والخزانات بشكل عام، طبعا واللي تأتى من خلال قلة الإيرادات المائية خصوصا في نهري دجلة والفرات، تحديدا في سد الموصل وكذلك سد حديثة، إضافة ما شهد العراق من توالي 4 مواسم شحيحة من بعد عام 2019 اللي يعتبر آخر عام كان سنة رطبة أو وفيرة المياه وقلة الأمطار، بالتأكيد هذا عوامل أدت بشكل كبير جدا إلى أن تكون يعني يكون هذا الموسم يعني سجل تاريخيا أنه هو تقريبا أكثر موسم حراجة من ناحية حجم الخزين وقلة الإيرادات المائية، والأقل على مدى السنين الماضية. طبعا بالتأكيد احنا مستوى الخزين المياه يعني مثل ما اشار التقرير اللي قدمته قناتكم الكريمة، يعني وصل الان حجم الفراغ الخزني لدينا اكثر من 80%، يعني حجم الخزين المتوفر يتجاوز 20% بنسبة بسيطة. طبعا بالتأكيد الوزارة تعمل من خلال ما تضع من خطط من أجل تلبية المتطلبات بشكل عام، سواء مياه الخام لمحطات الإسالة واللي هي مؤمنة بشكل كامل، وأيضا المتطلبات الزراعية والجريان البيئي وحصة الهوار وكل المتطلبات الأخرى. هذا من جانب، ومن جانب ثاني أيضا تحاول أن تحافظ على الخزين المائي بشكل يلبي المتطلبات لهذه الفترة والفترة القادمة. هذا من الناحية الفنية. أيضا هنا وزارة الموارد المائية بالتأكيد لديها مجموعة من الإجراءات اللي قامت بها من أجل تخفيف
الضغط على المياه السطحية أو المياه التقليدية بالاعتماد على سبيل المثال على المياه الجوفية في تأمين بعض متطلبات الخطط الزراعية وكذلك مياه الشرب، حملة كبيرة في عملية رفع التجاوزات ومنحها والتقليل إلى الحد الأدنى من التجاوز على الحصص المائية، وذلك لتأمين هذه الخطط وتلبية المتطلبات من خلال ما يطلق من المياه وفق خطط مدروسة. العديد أيضا من الإجراءات على مستوى الفني، على مستوى إجراءات الوزارة من إعادة تأهيل المحطات، استخدام الخزين الميت في بحيرة الثرثار بناصب مجموعة من المضخات اللي تؤمن حوالي من 80 إلى 120 متر مكعب لتعزيز نهر الفرات تحديدا، وهذه المناورة اللي نقوم بها مع عملية تجهيز الفرات أيضا من نهر دجلة. كثير من الخطط تطبق حقيقة. طيب، للتكيف مع هذا الوضع. طيب أستاذ علي، نعم. مع هذا تتحدث أنت عن جهود كبيرة جدا للوزارة لمعالجة الأزمة داخليا. نعم. الآن ما نعانيه من شح أمطار أو أمطار قليلة، رغم التوقعات بأن هذه السنة ستكون سنة مطرية جيدة وأنها ستعوض السنوات الماضية. نعم. التي كانت سنوات جافة. إلى الآن لا أعرف كيف أو ما هو التقييم إلى مستوى الأمطار إلى هذه اللحظة، ولكن أتحدث عن مستوى الأمطار أو مستوى المياه الموجود في تركيا. هل تركيا تحديدا مضطرة إلى تقليص الكميات المطلقة لنا بسبب النقص أيضا لديها، أم أن الأمر يتعلق بسدود ومشاريع مائية وإروائية لديها بالتالي تستأثر بالحصة الأكبر من المياه؟ يعني سيدي العزيز، احنا لما نتحدث عن عاملين، العامل الطبيعي اللي هو ما يتعلق بالتغيرات المناخية وقلة الأمطار، وحتى الأمطار اللي سقطت على العراق خلال الفترة الماضية كميات بسيطة جدا، صحيح، ويكاد أن يكون تأثيرها جدا محدود. هذا الجانب الطبيعي. أما الجانب الآخر اللي نتحدث عنه هو التوسع الكبير بإنشاء هاي السدود الخزنية والتحكم وسيطرة بكل منابع المياه. لذلك احنا اليوم في لقاءاتنا، في نقاشاتنا باللجان المشتركة مع الجانب التركي، نركز على نقطة مهمة جدا وهو تقاسم الضرر. هذه الفترة اللي يحتاج بها العراق إلى تقاسم الضرر. هذا الملف حقيقة أستاذ يعني علي شهد. أين وصلت تفاهمات الوزارة مع الجانب التركي بخصوص الإطلاقات المائية؟ هذا اللي حبيت أتحدث عنه. يعني هذا الملف تحديدا، يعني حقيقة ليس لأننا إحنا دا نتحدث اليوم عن الملف هو يأخذ جانب سياسي اقتصادي فني كل المحاور، لكن هو حقيقة اليوم من أولى الملفات وذو أولوية مطلقة لدى الحكومة المركزية، اهتمام دولة رئيس الوزراء وكذلك اهتمام كل المعنيين من قيادات البلد في موضوع المياه. هذا أكبر رسالة على أنه هذا الملف يعتبر الملف ذو أولوية الأولى، ولذلك احنا نشوف هذا الحراك السياسي اللي حصل، يعني الزيارات المتبادلة، الاتصالات المباشرة، حقيقة نحاول من خلالها ضمان حصة عادلة من المياه للعراق. احنا يمكن الأمطار اللي يعني لاحظناها سقطت بالفترة القريبة الماضية خصوصا بالجانب الشمالي من العراق، شمال الجزء الشمالي وكذلك ضمن المنطقة الأراضي التركية، حسنت نوعا ما حجم الإيرادات المائية خلال الأسبوع أو العشر أيام الماضية. يعني اليوم احنا نشهد أكو تحسن في الإيرادات المتحققة في سد الموصل مقارنة بالكميات اللي تطلق بالنسب أو اللي وصلت. يعني احنا تحدثنا عن النسب، نسب الخزين المائي المتدني. يعني اليوم على سبيل المثال احنا عندنا المحطة الكهرومائية في سد الموصل متوقفة بسبب انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد الموصل. الانخفاض الكبير في هذه المناسب، احنا عادة بالمؤشرات العامة عندما ينخفض منسوب بحيرة سد الموصل دون 300 بالتأكيد راح تتوقف المحطة الكهرومائية. هذا اكبر دليل على انه كمية المياه الموجودة لدينا قليلة، ولكن هنالك محورين تعمل عليها مو فقط وزارة الموارد المائية وانما كل الجهات المعنية بملف المياه، وعلى رأسها حقيقة دولة رئيس الوزراء، الجانب السياسي، اللقاءات المستمرة، الحوارات، التنسيق في موضوع ملف المياه اللي هو يحتل أولوية وربطه أيضا مع كل الملفات الأخرى. نعم. هذه نقطة كلش مهمة، أعتقد ثمارها ونتائجها الإيجابية راح نلمسها خلال الفترة القادمة. نعم، المدير العام للهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية السيد علي راضي، شكرا جزيلا لانضمامك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.